تصوري بابا قعد مدة يعمل اعلان في الجرايد، يقول عاوز مهندس محترم، بس شرط اساسي انه ما يكونش متجوز، يعني عشان يبقى متفرغ للشغل وللسفريات بره القاهرة. هو طبعا كان فاهم ان انا مش عارفة انه بيدور لي على عريس. يعني المهندس من دول يتعين ويقعد كام شهر، ولما بابا ما يلاقيش نتيجة يرفضه ويعين واحد تاني. ده بيطلب عرسان بقى مش مهندسين. مش بذمتك نكتة؟ نكتة؟ دي نكتة جامدة قوي بصراحة. ده اللي أنا فهمته من كلام الحاج فرغلي، حسيت كده إن هو بيلمحلي. كلام هدى أكد لي اللي أنت بتقولهولي. بابا عايز يجوزها بأي طريقة، وحكاية الإعلانات اللي بيعملها دي طريقته، عشان كده بيشترط يكونوا مش متجوزين. طب وبعدين والعمل؟ باباها بيرسم إن أنت تتجوزها. المشكلة بقى إن فعلا البنت ممتازة، دي عروسة لقطة. جرايه يا سامي، أنت كمان هتلمحيلي ولا إيه؟ المدهش بقى إن أنا فعلا حبيتها، وقدرت أفهم هي ليه رافضة الجواز بالطريقة دي. عارف هدى دي مش عايزة عريس تقليدي، عايزة عريس يفهمها ويقدر مميزاتها. إحنا دلوقتي مش في العريس اللي هيجي للست هدى، إحنا في أبو هدى. لو الخطة بتاعته دي اتفشكلت أنا هعمل إيه؟ أنا ما صدقت لقيت وظيفة كويسة في شركة زي دي. يا بيبي العريس موجود، بس بشرط الأمور تمشي طبيعية. مين ده العريس؟ الدكتور سامي أخويا. صدقي فكرة كويسة جدا. سامي ده ممكن يبقى عريس كويس قوي لهدى، وهدى برضه متهيألي تبقى عروسة هايلة لسامي. بس المهم إزاي بقى نخليهم يطقشوا في بعض؟ أقول لك، نخطفها ناحيتنا. نخطفها إزاي يعني؟ يعني يا بيبي نصاحبها أنا وأنت، نشدها ناحيتنا وندخل سامي في الموضوع. وانا متاكده انه هيحصل ارتياح. انا عارفه سامي اخويا بيعجبه النوع ده من البنات. المهم هو يعجبها. خلاص احنا نبدا نخطط عشان يتقابلوا. اي مناسبه، عيد ميلادي، عيد ميلادك، عزومه غدا، عشاء، اي حاجه، المهم ان هما يتقابلوا بشكل طبيعي. ويمكن هدى تلاقي العريس اللي بتدور عليه، واخويا كمان يستقر، وانت تحتفظ بوظيفتك يا حبيبي. يا رب. انا موافق طبعا، ايدي على كتفك من دلوقتي. طب ايدك بقى على ميزانيه جامده جدا. ميزانيه ايه؟ طبعا العزومات والخروجات والحاجات دي كلها بتكلف كتير يا باشمهندس. ايه اللخبطه دي بقى؟ انا مش فاهم حاجه. يعني محمود اخوكي وانا ابن خالتك ليه؟ يا عم سامي اسمع كلام اختك، هي فاهمه كل حاجه. الوظيفه هتطير مني يا عم. طيب اوكي، ايه بقى موضوع عيد ميلادك الخميس اللي جاي ده؟ انت عيد ميلادك فاضله تقريبا شهرين ثلاثه. يا سامي دي مناسبه احنا اخترعناها عشان تتقابل انت وهدى، صدقني مش هتندم. معقوله يا ساميه؟ معقوله هتشتغلي خطبه في زمن الكمبيوتر والنت والموبايل؟ لا هي هتشتغل خطبه في المناسبه دي بس اكيد يعني مش طموحها انها تبقى خطبه مدى الحياه. يا سامي قابلها ولو ما عجبتكش مفيش مشكله، بس انا متاكده انها بنت ممتازه، مال وجمال وثقافه. لا وغير كده بقى، جميله جدا، قمر، تحفه، جامده، فظيعه فظيعه فظيعه. محمود مالكش دعوه بيها انت يا ست؟ ده انا بقنعه اهو، ده انا بدور لها على العريس. الخوف بقى انها تعجبك وانت اللي ما تعجبهاش. ايه ده تحدي بقى. طب اعملي عيد ميلادك الخميس اللي جاي وانا جاي، ابن عمك ابن خالتك مش مهم، واما اشوف بقى مين الهالم ان انتوا طالعين لي بيها السما دي.